الآن بعض الجماعات التي تدعو إلى الله يعني يرون أن الكذب في مصلحة الدعوة يعني جائز، ما رأيك؟ مصلحة أن يدعو فلان يدعو الناس فيكذب عليه، يرهبه بأحاديث مكذوبة مثلا، ويعلم. أنا سمعت يعني أن في نور على الدرب يا شيخ سؤال حول هذا الموضوع عليه. اي ما يصير، يمكن اقول بعض الناس يغتر. هل يجوز له يا شيخ؟ لا ما يجوز ابدا، لا يجوز ان يكذب لاجل الدعوه، ولا يمكن ان يبنى حق على باطل. واين الكذب بالدعوه؟ ما فيه الا توريه وقعت من ابراهيم عليه الصلاه والسلام، ولا هو في جانب الدعوه، في احيانا في جانب الدعوه، واحيانا في جانب الدفع عن نفسه وعن اهله. أما وليس كذبا يجي واحد يقول والله أنا رأيتك بالمنام البارح، يجي واحد لشخص فاسق يقول رأيتك البارحة في المنام وإذا الملائكة تعذبك، نعم تقول كذا وتفعل فيك كذا وتفعل فيك كذا تفعل فيك كذا، استقم على أمر الله. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. مع أن بعض الناس يقول هذا لا بأس به لأنه في مقام الدعوة، سبحان الله تكذب وتقول في مقام الدعوة، وهكذا بداعي لله.